صار في قوات الصبح طلعنا نلعب بالتلجن ولاد عمتي كانت عمتي تلد. كان بعد ما اجت الصواريخ ايدين بنت عمتي طارت قدامي راح رجلي الثنتين وبنت عمتي ماتت الثنتين وابن عمتي كمان راحت رجلي. اجا عمي كمشني قال لي وين رايح؟ قلت له بدي اقوم امشي مليت وانا قاعد بالتخت. قال لي لا مو راح رجلك صار سالفني. بعد شهرين قعدت بين بسوريا لما صوابت انه كان اني اطلع على العالم كلها تمشي الا انا. طموحي انه في الحياه انه نصير مشهور وكمان الرسم غير لي بحياتي كثير شيء انه كل شيء طاقات سلبيه صار معي بسوريا صرت اطلعهم بس بالرسم. وانه حلمي اني اصير محامي هذا اهم شيء اني احقق حقوق الناس واني ما اروح حق حدا واني مستحيل اني اخذ رشوه بحياتي.